بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، أخباركم بنات؟ إن شاء الله كلكم بخير. شكرا على كلماتكم، شكرا على لطفتكم، شكرا على دعواتكم. مرة انبسطت صراحة بتعليقاتكم بالفيديو السابق، الله يا ربي يسعدكم. هنا طريقة الساوردو، ما راح أعطيكم الطريقة الآن، راح نسوي الخميرة مع بعض، وإذا ضبطناها راح نسوي مع بعض الساوردو. بس كذا صورته عشان تتحمسون معي أكثر. هنا بغطي وبحدخل الثلاجة اليوم الثاني. هذه قبعة الشعر راح أغلفه فيها. طبعا كل التفاصيل راح أعطيكم بإذن الله، ما راح تطلعون إن شاء الله من قناتي إلا أنتم ضابطين الساوردو بإذن الله. مع قناة ربة منزل الجميلة. يا أهلا وسهلا بمتابعات أفينهم، قناتي قناة ربة منزل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أشارككم ترتيبي وتنظيمي بالمنزل، وكذلك جولات تسوق، وأيضا مشترياتي وتجاربي والشراء من المواقع والريفيوز عن أي شيء أشتريه للمنزل، وكذلك البخورات والتعطير للمنزل والترتيب والتنظيم. وكذلك عندي تقرير كامل بالقناة عن غسالة الصحون وعن أي أجهزة كهربائية، عن كارشر وغيره. وشارككم ترتيبي وتنظيمي بالبيت والمطبخ كذلك وبعض الطبخات. ويحياكم الله بقناتي، تشرفوني وتنوروني. ضيفوها بنات واستمتعوا بحسابها، جدا مميز، الله يسعدها ان شاء الله بالدنيا والآخرة. طبعا هذا الساوردو بعد ما طلعناه من الثلاجة. هنا بنات الساوردو بعد ما اليوم الثاني هذا في الصباح، شوفوا كيف منتفخة ما شاء الله تبارك الله. كل هذا خميرة طبيعية على طول أقلبها، ما راح أعطيكم شرح بالتفصيل، لكن الآن بوريكم الشكل عشان تتحمسون معاي تسوون معاي الخميرة الطبيعية. طبعا يعني لا تستصعبون الموضوع، شوفوا هو الطريقة شوي صعبة وعشان كذا أسعارها جدا يعني مرتفعة، بس بنات الشيء إذا حبيتوا أنتم تسوونه صدقوني، حتى لو فشلتوا مرة مرتين ثلاث راح أنزل لكم الصور اللي أنا أول ما سويت الساوردو. ما أنسى يعني الساوردو لما أحرق يدي القدر، ولما يعني سويته كذا مرة وفشل معي. الخميرة سويتها مرتين، الأولى فشلت معي وبعدين الحمد لله ضبطت، يا ربي لك الحمد. وعشان كذا أنا ما نزلت لكم فيديو كامل كل الخطوات وخلاص، لا، أنا نزلت اليوم جزء راح نسويها مع بعض، وكل يوم راح تكون في فيديو يعني مدته تقريبا دقيقة أو دقيقتين أشرح لكم عن الخميرة الطبيعية. يعني مثلا اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وهكذا. وبعد ما مر عليها تقريبا 40 دقيقة جاهزة، واسمعوا الصوت. طبعا ما شاء الله تبارك الله، من برا قاسية مرة ومن داخل جدا طرية، يعني زي التوست بالضبط، يعني ابدا ابدا مو بقاسية. في بعض الساوردو اللي نشريه تكون قاسي شوي، تركتها تبرد ساعة كاملة وبعدين دخلتها القطاعة اقطعها. بعطيكم دورة تفصيلية عن القطاعات، عن كل شيء بإذن الله راح تستفيدون منه. واذا حابين احد يتعلمها او يسويها كمشروع أرسلوا لقناتي بإذن الله أن الجميع يستفيدون. والله ما نزلتها إلا أبي الفائدة للجميع. وبس اللي حابة تفتح فيه مشروع ترى جدا مربح وجدا ممتاز، أهم شيء تتعودين على الطريقة وتطورين من نفسك مع مع الخبرة والاستعمال، دائما راح تبدعين أكثر وأكثر. راح أسوي معاكم في وصفة، أنا ترى كل هالأشياء هذه أسويها عشان أحمسكم وعشان تبدعون أكثر وأكثر. هنا حطيت زيت زيتون، طبعا أنا مستبدلة الزيوت كلها بزيت الزيتون، والخبز الساوردو جدا صحي، ما خالي من السكريات وخالي من الزيوت. حطيت هنا زيت زيتون، كان العلبة فاضية ورحت أعبيها مرة ثانية. حطيت شريحة من الساوردو على المقلاية، إذا حابين تسوونه بالتوستر عادي، لكن أنا سويته على المقلاية، أبي نكهة زيت زيتون تكون فيه شوي طاغية. بعدين أتركها تتحمص شوي وأقلبها على الجهة الثانية
وأحط الحشوة. بنات لكم الاختيار يعني بالحشوات اللي أنتم حابين تسوونها. أنا بالنسبة لي أحب الجبنة مالحة والطماطم المجففة وأكليل الجبل، وأحيانا أحط معها بهارات إيطالية مرة يعطي لذاذة، وإذا حابين تضيفون زعتر يعني بدعوا بالحشوات. حتى بنات في حشوة أنا صورت لكم الحشوات هذه، في حشوات ثانية اللي هي زبدة اللوز مرة ترى تجنن لذيذة، يعني راح تغنيكم عن التوست بأكمله. يعني تخيلوا شيء صحي وشيء نظيف وشيء مرة حلو ومن صنع يدينك، يعني ما في شيء أنظف من كذا. في ساوردو في المحلات لكن أغلبه يكون خميرة عادية، ما يكون خميرة طبيعية. في محلات يعني متخصصة بالساوردو يسوونه، صراحة أنا ما جربت. جربت مرة من محل قالوا لي إنه خميرة طبيعية لكن فرق السماء عن الأرض، يعني مرة يفرق صراحة. فعشان كذا أنا أسويه بالبيت أفضل وألذ وأطعم ومفيد، والله لو تاكلون حبة ورا حبة ما تحسون بالطعم. هنا عندي بيستو جاهز، أخذته ودهنت فيه شريحة التوست وحطيت عليه جبنة كرافت. طبعا جبنة كرافت يفضل إذا صرتوا صحيين تكون قليل الدسم، بس أنا ما عندي فحطيت هذه، وأساسا مو من نصيبي هالساندويتش. فبس زينته بطماطم، إذا حابين تزينونه بطماطم مجففة، لكن أنا حطيت طماطم عادية وبعدين قصيتها بالنص زي كذا، ما انقصت مرة بس عادي عشان أبي أطويها على الجهة الثانية. فكذا طلعت معاي جاهزة مرة يا بنات، لذيذة بشكل ما تتصورون. طبعا الوصفة الثانية قصيتها بالنص. أنا أسوي خطوات يعني عشان أفيدكم. هنا عندي جبنة فيتا، جبنة مالحة بس قليلة الدسم، حطيتها في على الساوردو، أضفت الطماطم المجففة. طريقة الطماطم المجففة بنات بقناتي أنا مسويتها معاكم، سويها بالفرن المجففة بالهواء. صراحة ما عندي مجفف، ثانيا أحس أنه ما أدري، أحس تتعرض لغبار وكذا، رغم منها تتعقم وكذا، بس ما أدري أنا أحب هالطريقة. ممكن مع الوقت أجيب مجفف صراحة، ودي بخاطري بس ما راح أحطه برا، يعني ما أدري أحس أن الغبار يأثر عليه. هنا زينتها بأكليل الجبل وزينتها ببهارات إيطالية، بس أخذ القطعة الثانية وأغطيها على الساوردو. والله يا بنات يعني وش أقول لكم عن الطعم، اللي مضايقين الساوردو راح يعرفون عن إيش أتكلم. واللي فاتحة مشروع بالساوردو تكتب تحت عشان البنات اللي حابين يطلبون يأخذون من عندها. الله يرزق الجميع يا رب العالمين. أهلين بنات، نجي الآن للخميرة الطبيعية. طبعا الخميرة جدا سهلة 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 مرة، بس يعني من كثر ما نسمع عنها بالمقاطع ونشوف تجارب الناس نقول لا خلاص نبي نستسلم ما راح نسويها. ضروري انكم تسوونها، راح تفيدكم صحيا وجسديا. الخميرة الطبيعية جدا فوائدها عالية، راح اتكلم لكم قبل عن الفوائد عشان احمسكم تسوونها معي. طبعا الخميرة الطبيعية مكوناتها بس اللي هو الدقيق، افضل شيء نستخدمه للخميرة فوم، تمام، فوم ابيض ودقيق فوم بور، تمام، وموية صحة، يعني اي موية موجودة عندكم أهم شيء تكون تحلية. طبعا بشيلها عشان الانعكاس. وبس هذه كل المكونات، يعني دقيق أبيض، دقيق بر، موية، هذه كلها مكونات الخميرة، تمام. الآن نجي لفوائد الخميرة عشان تكونون معي بالصورة. طبعا الخميرة الطبيعية جدا جدا مفيدة للجهاز الهضمي لأنها عبارة عن بكتيريا نافعة. طبعا والأشياء الثانية المفيدة لها ممتازة لصحة القلب، ممتازة جدا 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 للي يعانون من القولون والجهاز، مشاكل عندهم مثلا بالأمعاء، بالمعدة، بالجهاز الهضمي. وهي من الأسباب، لأن أنا عندي مشاكل بالمعدة، من الأسباب اللي شجعتني أني أسويها هي الخميرة الطبيعية، أنه كان عندي مشاكل فحبيت أني أسويها أتعود عليها. بنات مرة راح تعجبكم وراح تكون سهلة عليكم، نسبة الألياف فيها عالية، تعالج أي مشاكل عندك مثلا بالأمعاء، بالجهاز الهضمي كامل يعني. وممتازة أيضا لخفض الكوليسترول، مرة ممتازة لخفض الكوليسترول. طبعا
الخميرة الطبيعية هي الأساس في الساوردو، لأن الساوردو بس عبارة عن دقيق وموية وملح فقط. يعني تخيلوا ناكل خبز كله صحي، ما في إلا دقيق وموية وملح، فهذا اللي شجعني إني أسوي الخميرة الطبيعية. قلت لكم عشان فوائدها وعشان أسوي الساوردو، لأنه خالي من السكر، خالي من الزيت، خالي من أي شيء مصنع، وجدا لذيذ لذيذ لذيذ. طبعا أول ما راح نسوي الخميرة الطبيعية أكيد إنها راح تكون فيها ريحة بالبداية، بعدين راح تختفي الريحة نهائيا، وراح يعني تصير أبدا ولا تعطي نكهة حموضة عالية ولا شيء. بس سووها معاي بالخطوات وبإذن الله راح تستفيدون منها وراح تضبط معاكم. لا تخافون، ما راح تكون صعبة أبدا. الآن بشرح لكم، إذا طبقتوها ممكن تشوفون الخطوات صعبة، بس إذا طبقتوها تحسونها جدا سهلة. أهم شيء في الخميرة المكان، أول شيء نهيئ لها المكان إنه يكون مكان جدا يعني ما يكون حار ولا يكون بارد، خصوصا الأيام الأولى. أنا راح أسويها معاكم بالخطوات، ما حبيت إني أنزلها كلها فيديو واحد وما تستفيدون، لا أبيكم تمشون معاي خطوة بخطوة عشان تستفيدون وعشان تكون مرجع لكم. يعني إذا مثلا ما ضبطت معاكم المرة الأولى وحبيتوا تسوونها، رغم إنها إن شاء الله بإذن الله راح تضبط معاكم. أول شيء راح أسوي التغذية حقة الخميرة. التغذية عبارة عن دقيق بر، دقيق أبيض ودقيق بر، بس كل اللي نحتاجه الآن الدقيق البر ودقيق الأبيض. بالنسبة للسباتولا هذه بنات تحصلونها، أنا أخذتها من السيف جاليري، موجودة في نون، موجودة في السيف جاليري، أي محل تحصلونها، عشان نحافظ على كمية الخميرة ما يبقى منها شيء. تمام، نجي الآن هنا عادي أي وعاء زجاجي أو علبة زجاجية استخدمه. أنا راح استخدم هذه اليومين الأولى عشان أعلمكم عليها، وراح استخدم ميزان إلكتروني. الميزان سعره تقريبا 20 ريال، أخذته من السيف جاليري، والله ناسي صراحة بالضبط. راح أحط لكم الرابط حقه في المنتدى في صندوق الوصف عشان تستفيدون، وراح أحط لكم رابط اللي هو سباتولا. تمام، الآن أحتاج فقط زبدية، أي نوع زبدية عندكم حطوه، ونشغل الميزان. أهم شيء نتأكد إنه على الجرام. تمام، لحظة خلوني أوريكم إياه أفضل، إنه يكون على الجرام عشان يضبط معاكم. خلاص صفرناه الآن، لا نحط الزبدية بعدين نصفره. نجيب، ما أدري منين نقطت علي الموية، نجيب الدقيق البر، زين الأبيض عفوا، فوم يا بنات ضروري يكون فوم. حطيت كل الكمية 209، يعني تقريبا 210 الآن. زين الآن نكمل ونضيف الدقيق البر. راح أحطه، ما راح أحطه كل الكمية عشان نشوف، يعني أحتاج 200، صفره مرة ثانية ونحط 210. أنا مسويتها وجاهزة عندي، بس سويتها مرة ثانية عشان تشوفون بالخطوات كاملة. 199، راح أزيد دقيق بر، بس دقيقة وأرجع لكم. الآن جبنا دقيق بر نحط نكمل. تأكدوا يا بنات إنه يكون الوزن مضبوط، 210. شوي تمام كذا 210. خلاص الآن إيش نسوي؟ نخلط كل المكونات مع بعض. الطريقة هذه تسهل عليكم وقت ما تشتغلون وتسوون خميرة تكون قريبة منكم. في ناس لا تخلطها بنفس الوقت، لكن أنا أحب الشيء اللي يكون جدا سهل ويسهل عليكم. نخلط المقادير مرة مضبوط عشان تنخلط معانا، ونتأكد ان كل شيء انخلط صح. بعد ما نخلص خلاص نعبي هذا في علبة، طبعا انا معلبته عندي حاطته هنا
عشان كل ما أسوي خميرة أطلع العلبة هذه بس وغذي خميرتي. طبعا الخميرة بالبداية تحتاج تغذية، بعدين تحطونها بالثلاجة، ولا تخافون أبدا، ما راح تصير، ما راح تخرب عندكم أبدا. وحتى لو بتسافرون أو تروحون مكان أعطيكم طريقة مرة تخليكم تستمتعون، تسافرون وتروحون تجون عادي ما تتغير، على طول تحطونها بالفريزر، وإذا رجعتوا بإذن الله ترجعون تغذونها، تاخذ تقريبا يومين وترجع معاكم نشيطة، يعني لا تشيلون هم أبدا. أحد يقول لكم إن الخميرة صعبة، تحتاج أحد يهتم فيها وما أدري إيش، أبدا يا بنات، كل شيء سهل، بس سهل الحياة وتسهل عليكم، لا تصعبون الأمور، ترى مرة سهلة وراح تضبطونها. يلا بغسل الأغراض الحين وارجع لكم نسوي الخميرة. خلاص هذه أحفظه برا الثلاجة، ما يحتاج أبد. إذا حابين تحفظون بالثلاجة كيفكم، بس أنا راح أحفظه بالثلاجة أو في الدولاب عفوا، وقت استخدامي أخذه، لأن مطبخي أنا بارد، فاللي مطبخها حار وتخاف الدقيق مثلا يخرب معاها تحطه في الثلاجة. لا تكثرون الكمية، خلوا الكمية تقريبا، أنا عشاني دائما أسوي ساوردو، بس أنتم بالبداية لا تكثرون، حطوا مثلا 100 جرام دقيق أبيض و100 دقيق بر لين تضبط معاكم، وبعدين إن شاء الله ترجعون وتكملونها مرة ثانية، تسوون كمية ثانية يعني زيادة، مثلا تحتاجون 200، تحتاجون 300، يمكن هنا 200 تقريبا أخذت ربع العلبة، الآن أتوقع أنه 400 كذا، 400 بر و 400 أبيض وبس. والله نجي الآن بنات نسوي الخميرة. طبعا كل المكونات الآن اللي نحتاجها تغذية الخميرة اللي سويناها، ونحتاج الموية، بس عشان الانعكاس على الموية حطيتها على جنب. أول شيء ناخذ ملعقة، تمام، ونبدأ نسوي الخميرة. نحتاج 30 جرام، شوفوا المفروض أنا مطلعة كل شيء، بس الحين صار عندي تراي مصفرتهم، يعني حطيت العلبة الزبدية والسباتولا وبعدين وزنته. يعني لا تقيسون بالزبدية، لا صفروا خلاص كذا 30 جرام، شفتوا 30 جرام دقيق اللي خلطناه وسويناه. الآن نجي الموية، خلاص أرجع أصفره مرة ثانية، أنا أطلع هذه. يلا نحط الموية 30 جرام. بنات لا تستعجلون، خليكم على شوي شوي، لازم تضبطون بالجرام. تمام كذا 30. شو نسوي الآن؟ نجيب شوكة تصير أفضل للخلط، بعدين أخلط. الزبدية عندي كبيرة، أنتم خصصوا أواني خاصة شوف حسيت انها جامدة شوي، قريبة تجمد معي، بس عادي مو مشكلة، ازيدها شوية موية. ترى انا كنت مثلكم مرة صعب يعني الموضوع بالنسبة لي، ويعني كذا مرة، الان خلاص تعودت ايدي عليه ما شاء الله تبارك الله، يعني هي ممارسة، اي شيء انتم تحبونه إذا مارستوه راح يصير سهل عليكم، يعني حابين تتعلمونه إذا مارستوه خلاص يصير عليكم سهل. الآن خميرتي جاهزة، يلا عطونا اسم نسمي الخميرة الجديدة، أحب أسميهم أنا. وبس هذه خميرتي، شفتوا؟ شوفوا ممكن يصير إذا جمدت معكم نفس حقتي زيدوها شوية موية، هذا القوام ممتاز، يعني تصير تقريبا زي الجيمات، بخففها شوي، يمكن حطيت تقريبا 5 جرام،
موية. هي عموما إذا تخمرت راح ترى تصير خفيفة معكم، يعني لا تشيلونها. بوريكم الآن العلبة، شوفوا بنات بالنسبة للعلبة لا تكون عميقة، يعني عريضة، مو عميقة عفوا، عريضة يعني ما تكون بالعرض، لا حاولوا كل ما كانت أصغر كل ما عرفتوا الارتفاع. بس أنا أقولكم عشاني متعودة فخلاص يعني عادي أحطها بأي شيء، عارفة القياس بالضبط. الآن شو أسوي؟ أجيب السباتولا هذه. زين شوفوا، شوف شلون تنظفه، لو حطيته بملعقة ما راح تنظف معي. فخلاص كذا أفرغ اللي موجود في الخميرة وراح أغطيها. هذا اليوم الأول الخميرتي راح أتركها 4 ساعات في مكان يكون مو بحار ولا بارد، يعني حرارة الغرفة معقولة، لأنه لو حطيتوها بمكان حار راح تطلع معاكم فيها ريحة. هو بالبداية بيطلع فيها. طبعا ليش أنا فرغت الزبدية هنا؟ عشان أعرف الارتفاع، لأنها راح ترتفع معي، فكل ما ارتفعت كل ما صارت معي، يعني كل ما عرفت عنها أكثر. فخلاص أنا الآن بحط عليها خط بوريكم. هذا قلم أبيض من إيكيا مرة حلو، ومتعودة عليه يعني أكتب فيه. تحددون، شوفوا شوفوا بنات، لازم يكون من فوق نظيف عشان تعرفون هي ارتفعت أو لا. إذا عندكم مغاط الكبير حطوه، حددوه، بس عموما القلم أفضل، حتى لو كان أي قلم عندك. شوفوا يمكن ما يبين معاكم مع التصوير، هذا هو هذا القلم، يربي ما يوضع أي، هذا هو. خلاص حاولوا ما تميلونها، شوفوا مالت معي، بس عادي لا تميلونها ولا شيء، ونتركها على جنب. راح أغطيها بكلينكس، متأكد إنه مربوط كويس. إذا عندكم مغاط حطوه من فوق أفضل، بس أنا ما عندي، عادي بتركها كذا، متأكد إنه ما يدخلها حشرات ولا شيء، وبتركها على جنب. خلاص بكذا تكون خميرتنا جاهزة. بعد 4 ساعات بإذن الله راح أشيك عليها مرة ثانية وأشوف الارتفاع. بعد 4 ساعات، أنتم خلوه مفتوح كذا عشان تشوفون، عشان مو كل شوي تفتحون. بعد 4 ساعات بإذن الله راح أشوف أفتح عليها وأشوفها. طريقة التغذية جدا سهلة، اللي هو موية ودقيق، بس ما راح أشتتكم، خليكم معاي خطوة بخطوة. طبعا هنا بنات بعد 4 ساعات فيها يدي وبغازات بسيطة، بس مو مشكلة نتركها لأنها لسه ضعيفة، يعني لسه ما راح تتفاعل معي. إن شاء الله نشوفها بعد 24 ساعة، بكرة بإذن الله راح نزل لكم فيديو عشان تشوفونه معي. وبكذا أكون وصلت لنهاية الفيديو، يا رب أفدتكم لو بجزء بسيط. نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبأقوى تفاعل عشان نتحمس مع بعض أكثر وأكثر.